بابا بوش بابا دكتشيني. وداعا لبوش، ينتظر الكثير من الأمريكيين اللحظة التي سيغادر فيها الرئيس بوش البيت الأبيض للأبد بعد انتهاء ولايته العام المقبل. سيحدث ذلك في 20 من شهر يناير بالتحديد، وإن كنت تريد طريقة معتمدة ودقيقة لعد الأيام فما عليك إلا أن تشتري هذا العداد التنازلي لبوش الذي يحسب الأيام، الساعات، الدقائق وحتى الثواني المتبقية لرئاسته. أنتجت هذه العدادات ومجموعة أخرى مشابهة من البضاعة التي تسخر من بوش بعد فوزه بالانتخابات الماضية، وتزيد شعبيتها في هذا الموسم الانتخابي، بعلي غاية الآن أكثر من 150 ألف عداد. قد يكون بوش هو المستهدف الأول، ولكنه ليس الوحيد بالتأكيد. فهناك فرشات تنظيف هيلاري، كذلك يبيع المتجر ورق تواليت بوش لتستطيع أن تتسوق لجميع احتياجات الحمام مرة واحدة. هذه البضائع السياسية تشكل أكثر البضائع مبيعاً لدكاكين المنوعات، وبالنسبة لمتجر Political Americana فإنها تشكل أيضاً مقياساً دقيقاً كما يقول كيرت أوتو لتقدير من سيفوز بالانتخابات. يقول أوتو إن أزرار القمصان بوجه أوباما تزيد مبيعاً الآن، ومجرد خروج المرشح من السباق لا يعني أن البضائع المتعلقة به تختفي. قد يكون المرشح الجمهوري فريد تومسون قد خرج من السباق، ولكنك لازلت تستطيع أن تشتري هذا الكوب $9. وأحياناً لا تستطيع الأحزاب السياسية إلا أن تشارك في هذه الصناعة. فبمناسبة عيد الحب قامت الصفحة الإلكترونية التابعة للحزب الجمهوري بتوفير بطاقات ليرسلها الشخص لمن يحب. هذه كتب عليها قصيدة معهودة: الورد أحمر، البنفسج أزرق، سترفع هيلاري الضريبة وليس بيدك حيلة. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.